وهي السلطانة نعيمة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني، حيث عاشت هذه السلطانة حادثة خيانة مؤلمة جدا باعتبار أن زوجها قد خانها مع ابنة عمها. حدثت هذه الحادثة في أوائل سنة 1904، حيث كانت نعيمة السلطان تسكن في فيلا مجاورة لفيلا ابنة عمها وهي السلطانة خديجة ابنة مراد الخامس. وعلى الرغم من القرابة والمنزلة الاجتماعية، فإن السلطانة خديجة لم تتردد في ربط علاقة غرامية لمدة 3 أشهر مع محمد كمال الدين باشا زوج ابنة عمها نعيمة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني. ووفقا لما ذكرته فيلتستين كالفا، فلقد كانت السلطانة خديجة وعشيقها كمال الدين يخططان لقتل نعيمة السلطان حتى يتمكن من الزواج. أثارت هذه الفضيحة الكبرى غضب السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان على رأس السلطة أنذاك. في البداية طلق ابنته نعيمة السلطان من زوجها، ثم جرد كمال الدين باشا من كل تكريم عسكري وقام بنفيه إلى بورسا. كان مراد الخامس والد السلطانة الخائنة أنذاك مخلوعا وموضوعا في الحجز، وبما أنه كان مريضا بالسكري فلقد تدهور وضعه الصحي عندما سمع بالقضية، وتسببت صدمته وحزنه الكبيرين في موته بعد ذلك بوقت قصير. انتشرت هذه الفضيحة لدرجة أن الصحافة الغربية قد كتبت عنها، حيث ذكرت أن صهر السلطان قد تم اعتقاله وإرساله إلى المنفى، وذلك نتيجة مراسلات غرامية سرية بينه وبين السلطانة خديجة ابنة مراد الخامس. ويمكننا أعزائي أن نتخيل الحزن الذي عاشته السلطانة نعيمة وهي تكتشف بأن زوجها قد خانها مع ابنة عمها. جدير بالذكر أن أحد حراس كمال الدين باشا في منفاه الداخلي قد نقل بأن هذا الأخير أنكر تماما محاولته تسميم زوجته، فيما اعترف بأن علاقته مع خديجة السلطان كانت عبارة عن تبادل رسائل حب تم إلقاؤها من على جدار الحديقة.